يوم مختلف جدا. عايش أنا وبابا وماما وإخواتي في مزرعة جميلة بناخد منها كل الأكل اللي بنحتاجه. كل يوم بنتعاون أنا وإخواتي عشان نساعد ماما وبابا في تحضير الأكل اللي بنجيبه من المزرعة، زي البيض واللبن والخضار الطازة والفاكهة اللذيذة. وفي يوم وإحنا بنحضر الأكل مع ماما نسينا باب البيت مفتوح، خرجت نور أختي اللي عندها 3 سنين ومحدش شافها. وإحنا بنفطر ما لقيناش نور، نادينا عليها في كل مكان مفيش رد خالص. ماما قالت يلا ندور عليها في كل مكان، بابا قال يلا ننظم نفسنا وما نضيعش مجهودنا، أختي قالت يلا ندور كلنا كل واحد يدور في مكان مختلف. ردت ماما وقالت أنا دورت عليها في أوضة الضيوف ما لقيتهاش خالص، بابا قال وأنا كمان دورت عليها عند الجيران ما لقيتهاش، أختي دورت عليها في الحديقة ما لقيتهاش، أنا رحت دورت عليها في أوضتها وما لقيتهاش. جت لي فكرة إني أدور في كل الأماكن اللي نور بتحبها. رحت ناحية الحظيرة وكلهم جريوا معايا، لقينا نور بتلعب مع الكتاكيت، بصنا لها وما تكلمناش. نور بصت لنا وقالت أنا بحب ألعب مع الكتاكيت قوي، الكتاكيت جميلة مش كده؟